بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس العشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنت، حديث حسن، أخرجه أبو داود وغيره. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قالت: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، حديث حسن، أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يقصد قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت عاقب بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عن الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس ارضعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذه الأحاديث تقرر مسألتين، بل تقرر ثلاث مسائل من مسائل الأسماء والصفات. المسألة الأولى أن فيها إثبات علو الله على خلقه. المسألة الثانية أن فيها إثبات قرب الله من خلقه ودنوه منهم. المسألة الثالثة فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. هذا مجمل ما تدل عليه هذه الأحاديث. الحديث الأول: نعم، لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا من أموال الفيء أو من أموال المغانم، مما ولاه الله سبحانه وتعالى قسمته على مستحقيه. فجاء رجل يقال له ذو الخويصرة، فقال: يا محمد اعدل فإنك لا تعدل، لم تعدل، أو قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وكان ذو الخويصرة هذا هو أول الخوارج، هو أول أو بذرة الخوارج الذين خرجوا في أواخر عهد الخلفاء الراشدين. الشاهد قوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ألا تأمنوني على قسمة الأموال وأن أضعها في مواضعها الشرعية، لأن هذا مما ائتمنه الله تعالى عليه، ائتمنه الله على قسمة الأموال، فهو لا يضعها إلا في مواضعها الشرعية. فهو صلى الله عليه وسلم أمين في ذلك. وفي قوله: وأنا أمين من في السماء، يعني الله جل وعلا، فإن الله أمنه على تبليغ رسالته وعلى تبليغ وحيه وعلى تبليغ أوامره ونواهيه. فإذا كان الله ائتمنه على الرسالة، فكيف لا يؤتمن صلى الله عليه وسلم على أمور الأموال والقسمة بين الناس؟ والشاهد من الحديث قوله: من في السماء، فيه إثبات العلو لله عز وجل، وأن الله في السماء يعني في العلو، لأن السماء يطلق ويراد به العلو. وإن أريد السماء المبنية
فإن في تكون بمعنى على، وأنا أمين من في السماء يعني من هو على السماء فوق السماوات. على كل حال هذا الحديث فيه إثبات علو الله على عرشه وأنه في السماء أي في العلو، فيه الرد على الجهمية ومن قال بقولهم من نفي العلو. نعم. وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. هذا حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشهور بحديث الأوعال، قد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر كتاب التوحيد، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسافات بين السماء والأرض والمسافات بين السماوات بعضها مع بعض ومسافة كل سماء وما فوق السماء من البحر وما فوق البحر من العرش، وأن الله فوق ذلك وهو يعلم ما أنتم عليه. قال والعرش فوق ذلك يعني فوق المخلوقات، فوق السماوات وفوق البحر وفوق العرش، فهو سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته عال على خلقه. هذا هو الشاهد من الحديث، ففيه إثبات أن الله جل وعلا فوق مخلوقاته كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، كان له جارية يعني مملوكة ترعى غنما له عند أحد، عند جبل أحد شمالي المدينة، فاعتدى الذئب على واحدة منها فأكلها، فغضب معاوية على الجارية ولطمها، ثم تندم بعد ذلك وأراد أن يعتقها كفارة لما فعل، لكنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال ادعوها، فأحضرها عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألها هذه الأسئلة، فقال لها صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، لأنها شهدت أن الله في السماء وشهدت أن محمداً رسول الله، جاءت بالشهادتين، معنى هذا أنها مؤمنة. الله جل وعلا اشترط في اعتاق الرقاب أن تكون مؤمنات، تحرير رقبة مؤمنة. الشاهد من الحديث ما فيه إثبات أن الله في السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجارية على ذلك وحكم لها بالإيمان، فدل على أن من نفى علو الله على خلقه أنه ليس بمؤمن، فمن جحد العلو فإنه ليس بمؤمن، كمن جحد الرسالة والعياذ بالله. وفي الحديث أيضا فضل العتق وأنه يكفر الذنوب، فإن معاوية أراد بذلك أن يكفر الله به عنه ما فعله من لطمه لهذه الجارية الضعيفة. نعم. وفيه أيضا دليل على جواز السؤال بهذا اللفظ أين الله، يقال أين الله أي في أي جهة الرب سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا للجارية أين الله، والجهمية ومن تابعهم يشرقون بهذا الحديث، يشرقون بهذا الحديث، وأبغض شيء إليهم أن يقال أين الله، لأن الله عندهم في كل مكان، ليس له مكان عندهم بل هو في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، فهم حلولية يقولون بالحلول، هذا كفر بالله عز وجل. نعم. وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت،
حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، هذا في إثبات قرب الله من خلقه. لما ذكر الشيخ رحمه الله الأحاديث الدالة على علوه على مخلوقاته، ذكر أنه مع ذلك مع كونه عاليا فوق مخلوقاته فهو قريب من خلقه سبحانه وتعالى، فذكر هذا إلى جانب هذا إثبات العلو وإثبات دنوه من خلقه وقربه من خلقه، لئلا يتوهم متوهم أنه إذا كان فوق سماواته فإنه يكون بعيدا عن خلقه لا يراهم ولا يسمعهم، تعالى الله عن ذلك. فهو مع كونه فوق مخلوقاته فإنه قريب من عباده، يراهم ويسمعهم ويعلم ما هم عليه، لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا تنافي بين علوه على خلقه وقربه منهم، وهذا خاص به سبحانه وتعالى. قوله أفضل الإيمان، هذا فيه دليل على أن الإيمان يتفاضل، رد على المرجئة. المرجئة عندهم أن الإيمان شيء واحد لا يتفاضل، بقية أهل السنة والجماعة فيرون أن الإيمان يتفاضل، بعضه أفضل من بعض، وأنه يزيد وينقص، كما قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، كما قال تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد ويتفاضل، بعضه أفضل من بعض. أليس إيمان أبي بكر الصديق كإيمان الفساق من هذه الأمة؟ فإن الفساق وإن كان معهم إيمان، ليسوا بكفار معهم إيمان، ولكنه إيمان ضعيف إيمان قليل، وأن هناك من عباد الله من عنده إيمان قوي إيمان عظيم. الناس ليسوا سواء في الإيمان، بعضهم أكمل إيمانا من بعض، بعضهم أفضل إيمانا من بعض. وفي هذا الحديث ما يدل على ذلك، أفضل الإيمان دل على أن الإيمان فيه أفضل وفيه مفضول، مع أن كله إيمان لكنه يتفاضل. أن تعلم أن الله معك أينما كنت، فمن بلغ هذه الدرجة وعلم أن الله معه أينما كان فقد بلغ أعلى مرتبة من الإيمان، ويكون هذا في مرتبة الإحسان، حيث قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الشاهد في قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فبعض المؤمنين يبلغ إيمانهم كأنهم يشاهدون الله عز وجل، ودونهم من يعلم أن الله معه دائما وأبدا، لا ينسى أن الله معه، فإذا علم أن الله معه فإنه يستحي من الله ويبتعد عن المعاصي والذنوب والسيئات، يستحي أن يقع في المخالفات وهو يعلم أن الله معه وأن الله يراه. أينما كنت يعني في أي مكان، سواء كنت مع الناس أو كنت خاليا وحدك أو كنت في ظلام أو كنت في نهار أو كنت في بر أو في بحر، فالله معك أينما كنت، لا تتصور أنك تغيب عن الله عز وجل. لكن من الناس من يضعف إيمانه فيغفل عن مراقبة الله له وينسى بسبب ضعف إيمانه، ومن الناس من يقوى إيمانه فيستشعر دائما معية الله له وأنه معه وأنه يراه وأنه يعلم ما يصدر منه، فيكره عن الذنوب والمعاصي ويستحي من الله. ولله المثل الأعلى، لو أن أحدا من الناس ينظر إليك فإنك تستحي ولا تفعل شيئا لا يليق،
لا سيما إذا كان هذا المخلوق من ذوي الشان أميرا أو عالما أو له شان وهو ينظر إليك، فإنك تكف عن فعل ما لا يليق حياء من هذه الشخصية التي هي تنظر إليك. فإذا كان هذا شأنك مع المخلوق الضعيف فكيف لا تراقب ربك الذي لا تغيب عنه سبحانه وتعالى، لا تغيب عن الله طرفة عين، أينما كنت فإن الله يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، إنني معكما أسمع وأرى. فكيف الإنسان يغيب عنه هذا الشأن؟ وإنما هذا بسبب ضعف الإيمان، ضعف المراقبة من ضعف الإيمان، وقوة المراقبة من قوة الإيمان. فمن بلغ هذه المرتبة أن يعلم أن الله معه حيثما كان فإنه ينال أفضل الإيمان، هذه مرتبة عظيمة. والشاهد من الحديث أن الله معك حيثما كنت، ففيه دليل على قرب الله من خلقه ومراقبته لهم مع أنه فوق سماواته وعال على عرشه، وأنه لا تنافي بين علوه فوق مخلوقاته ودنوه من خلقه سبحانه وتعالى، لا تنافي بينهما. نعم. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يقصر قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وهذا الحديث أيضا من أدلة قرب الله من عباده، لا سيما إذا كانوا صلاة، فإن الله يقرب من المصلي قربا خاصا، هو قريب من جميع عباده ولكنه يقرب من المصلي قربا خاصا. فالصلاة لها مزية، وقد قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه الصلاة، فلا يقصر قبل وجهه فإن الله قبل ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وهذا الحديث أيضا من أدلة قرب الله من عباده، لا سيما إذا كانوا في الصلاة، فإن الله يقرب من المصلي قربا خاصا، هو قريب من جميع عباده ولكنه يقرب من المصلي قربا خاصا. فالصلاة لها مزية، وقد قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاسجد واقترب، اقترب من ربك. فالصلاة لها خاصية في قرب الرب سبحانه وتعالى من المصلي، وهو قرب تكريم وتشريف وحفاوة بالمصلي وبالصلاة، وهذا يدل على فضل الصلاة على سائر الأعمال. يقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، بصاق معناه التفل والنخام، يعني لا يبصق في قبلته. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قبل وجهه، الله جل وعلا ينصب وجهه الكريم قبل وجه عبده المصلي لأنه يناجيه. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله جل وعلا يستقبل المصلي ويسمع مناجاته وقراءته ويجيبه على كل آية يقولها، يجيبه الرب سبحانه وتعالى. هذا مما يدلكم على عظمة الصلاة وقرب المصلي من ربه. فكيف يليق بالمصلي وهو في هذه الحالة قائم بين يدي ربه والله مقبل عليه بوجهه الكريم ويجيبه على كل آية يقرأها؟ كيف يليق به أن يسيء الأدب مع الرب فيبصق تلقاء وجه الرب سبحانه وتعالى؟
ولله المثل الأعلى. لو كان أمامك شخص من أدنى الناس، لا نقول من أعلى الناس، شخص عادي، هل يليق بك أنك تتفل في وجهه أو توجه التفل إليه؟ هذا لا يليق بالمروءة ولا يليق بالحياء، هذا مع المخلوقين، فكيف بالخالق جل وعلا؟ فلا يبصق تلقاء وجهه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره، يبصق عن يساره ولا عن يمينه، لا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، لأن عن يمينه ملك الحسنات، الملك الذي يكتب الحسنات، فلا يليق به أن يتفل عن اليمين إكراما للملائكة، لا يبصق أمامه إجلالا للرب سبحانه وتعالى، ولا يبصق عن يمينه إجلالا للملائكة، ولكن يبصق عن يساره، لأن اليسار للأشياء المستهجنة، أما اليمين فإنها دائما للأشياء المستطابة، عن يساره أو يبصق تحت قدمه. هذا إذا كان في غير المسجد، أما إذا كان في المسجد فإنه لا يبصق في المسجد لا عن يساره ولا تحت قدمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فإذا كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه، كما ورد ذلك في بعض الروايات أنه بصق في طرف ثوبه ثم لف بعضه على بعض وقال أو هكذا. إذا كان في المسجد يبصق في ثوبه، أو إذا كان معه منديل أو عنده مناديل يأخذ منها ويبصق بها ثم يلف ذلك ويجعله في جيبه أو يفركه حتى يزول أثره. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى عظم قدر الصلاة، الصلاة عبادة عظيمة فيها أسرار عظيمة، وقد ألف الحافظ محمد بن نصر كتابا مجلدا سماه تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة، وللإمام أحمد رسالة اسمها رسالة الصلاة، وفيها مؤلفات، الإمام ابن القيم كتب كتابا مستقلا في الصلاة وحكم تاركها، هي عبادة عظيمة. ففي هذا الحديث دليل على عظم قدر الصلاة، حيث إن الله جل وعلا يستقبل المصلي بوجهه الكريم ويجيبه في كل آية يقرأها من الفاتحة. ثانيا، فيه ما أشار إليه المؤلف هنا، وهو قرب الله جل وعلا من عبده المصلي ودنوه منه سبحانه وتعالى، لكنه قرب ودنو يليقان بجلال الله سبحانه وتعالى، فهو مع كونه على عرشه وفوق سماواته فإنه قريب من عبده المصلي ويستقبل عبده المصلي، وهذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، لأنه لا يقاس بخلقه. الإنسان عندما يكون على رأس جبل ولا فوق سطح ولا في مكان مرتفع يكون بعيدا عن من هو أسفل منه، لكن الله جل وعلا لا تنافي بين علوه وقربه، لأن هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، وهو لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، فهو علي في دنوه قريب في علوه. ثالثا، في الحديث أن المصلي يبصق عن يساره أو تحت قدمه إذا كان في غير المسجد، أما من كان في المسجد فإنه يبصق في ثوب أو في منديل، هو يخفي ذلك، لأن هذا من أدب العبادة والتأدب مع الرب سبحانه وتعالى، ومن التأدب أيضا مع المصلين، لأن المصلين يكرهون هذا الشيء، يكرهون النخام والتفل. إذا كان الإنسان يصلي في جماعة أيضا يحترم الجماعة، يحترم إخوانه. نعم. وقوله: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها،
أنت الأول فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. هذا حديث عظيم يشتمل على الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. اللهم رب السماوات السبع، اللهم تقدم الكلام عليها، وهو نداء لله سبحانه وتعالى ودعاء لله جل وعلا. رب السماوات السبع الطباق، لأن السماوات سبع، الله الذي خلق سبع سماوات، السماوات سبع، سماء الدنيا ثم التي تليها إلى السماء السابعة، وفي كل سماء من خلق الله من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. رب السماوات السبع، وأضاف الربوبية إلى السماوات السبع تعظيما لها، وإلا فربوبيته سبحانه عامة لكل شيء، ولكن هذه ربوبية تشريف. رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، العرش غير السماوات كما عرفنا، فوق السماوات، فوق السماوات البحر، وفوق البحر العرش، والله جل وعلا فوق العرش، رب العرش العظيم. والعرش في اللغة هو السرير، وفي الآثار تدل على أنه عرش عظيم، وأن له قوائم، وأن له حملة يحملونه من الملائكة لا يعلم عظمهم وقوتهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك وصفه بالعظيم لأنه لا يعلم عظمته إلا الله سبحانه وتعالى. السماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كالحلقة ألقيت في أرض فلات. فالعرش هو أعظم المخلوقات، لا يعلم عظمه إلا الله جل وعلا. وصفه الله بالعظيم، ووصفه بالكريم، ووصفه بالمجيد، مما يدل على عظمته. رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء. ربنا هذا خطاب أو دعاء من الداعي، ورب كل شيء تعميم بعد تخصيص، فإن ربوبيته عامة وخاصة، وهو توسل إلى الله جل وعلا بربوبيته العامة وربوبيته الخاصة. فالق الحب والنوى، توسل إليه جل وعلا بصفة من صفاته، وهو أنه فالق الحب، الحب حب الزرع من البر والذرة وغير ذلك. ومعنى فالق الحب أن الله جل وعلا يفتح الحبة في بطن الأرض فيخرج منها النبات، يفتحها فيخرج منها النبات والعروق، شيء يرتفع إلى أعلى وهو الأغصان والأوراق، وشيء ينزل في الأرض وهو العروق. هي كانت حبة ميتة يابسة، فلما وضعت في الأرض وسقيت بالماء فتحها الله سبحانه وتعالى ودبت فيها الحياة فأنبتت الزرع. من الذي فلقها؟ هو الله جل وعلا. فالق الحب والنوى، النوى نوى التمر، يسميه الناس الفصم أو العبث، نوى التمر، إذا بذر في الأرض فلقه الله فخرجت منه نخلة، خرجت منه نخلة تثمر وتفيد الناس. من الذي فلق هذه النواة وأخرج منها هذه النخلة الشجرة المباركة الطيبة؟ هو الله جل وعلا، فالق الحب والنوى، هذا توسل إليه بهذه الصفة العظيمة. قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. فالق الحب والنوى، ربك، نعم، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، توسل آخر إلى الله جل وعلا. منزل التوراة وهي الكتاب المنزل على موسى كليم الله ببني إسرائيل، والإنجيل وهو الكتاب المنزل على عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل أيضا. والإنجيل مكمل للتوراة، مكمل للتوراة ومصدق لها، وينسخ بعض أحكامها، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهو ينسخ بعض
أحكام التوراة، والقرآن هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. فالتوراة باللغة العبرية، والإنجيل باللغة السريانية، والقرآن باللغة العربية الفصيحة بلسان عربي مبين. وأعظم الكتب هو القرآن العظيم، وهو خاتمة الكتب، فذكر إنزاله لهذه الكتب العظيمة، لأن هذه الثلاثة هي أعظم الكتب. وإلا هناك لله كتب كثيرة أنزلها على رسله، لكن أعظمها هذه الكتب الثلاثة: التوراة والإنجيل والقرآن. توسل إلى الله بإنزاله لها، وفي هذا دليل على علو الله، لأن الإنزال لا يكون إلا من أعلى. منزل التوراة على من؟ على الرسل عليهم الصلاة والسلام في الأرض. وفيها أيضا إثبات كلام الله عز وجل، وأن هذه الكتب منزلة من الله غير مخلوقة، وأنها كلامه سبحانه وتعالى أوحاه إلى رسله، فهي كلامه المنزل، ليست مخلوقة كما يقول الجهمية ومن تخرج على مذهبهم الباطل من نفاة كلام الله عز وجل. منزل التوراة والإنجيل والقرآن. نعم. أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. لما توسل إلى الله هذه التوسلات العظيمة جاء بالغرض الذي يطلبه من الله جل وعلا، وهو أنه يعوذ به، يلتجئ إلى الله، يلتجئ إلى الله ويعتصم به من شر نفسه. بدأ بشر نفسه، لأن النفس كما قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فأعظم خطر عليك هو من نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فأعظم خطر عليك هو نفسك. إذا وقاك الله شر نفسك فإنك توقى شر غيرها من باب أولى. أما إذا لم يقك من شر نفسك فإن غيرها أيضا من باب أولى. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها، وفي خطبه يقول صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالنفس إذا لم يوفق الإنسان لفطمها والأخذ بزمامها تقوده إلى المهالك وتوقعه في الشرور. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة. دابة يعني ما دب على وجه الأرض، كل ما دب على وجه الأرض يقال له دابة، من الآدميين وغيرهم. كل ما دب على وجه الأرض من الآدميين ومن السباع ومن الحيات والعقارب ومن كل ما يدب على وجه الأرض فيه شر، فيها شرور هذه. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. الله جل وعلا ممسك بنواصي العباد، كل دابة فإنها خاضعة لله جل وعلا، منقادة له، صرفها كيف يشاء، يجعلها رحمة على بعض العباد وشرا على البعض الآخر. فكل نواصي المخلوقات بيد الله عز وجل. هذا توسل إليه لأنه آخذ بناصية كل دابة، فإذا شاء أن يمسكها أمسكها سبحانه وتعالى عن الأذى وعن الضرر، وإذا شاء أن يسلطها سلطها على من يشاء من عباده. فأنت تدعو الله أن يحبس عنك شرور هذه الأشياء الذي بيده نواصيها، بدل أنك تقاوم كل دابة وتقف في مدافعة كل دابة، هناك شيء واحد يجمع لك هذه الأمور، وهو أن تلجأ إلى الله الذي خلقها والذي هو ممسك بناصيتها ويريحك منها. أنت لا تستطيع الدافع هذه الدواب، لو تسلط عليك بعوضة والله ما تستطيع، البعوضة تحرمك من النوم، ما تستطيع تنام. فكيف إذا سلط عليك ثعبان، ولا سلط عليك سبع، ولا سلط عليك آدمي شرير مسلح يهددك؟ فلولا أن الله جل وعلا هو الذي يحميك لم يقر لك قرار. ومن شر كل دابة
أنت آخذ بناصيتها. هذه كلها توسلات إلى الله جل وعلا. أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا توسل أيضا. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير لقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، فلا بداية له سبحانه وتعالى، قديم بلا بداية. والآخر الذي ليس بعده شيء، هذا معنى الآخر. الآخر معناه الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى، فوقه شيء. وهذا فيه إثبات العلو لله عز وجل، وأنه فوق مخلوقاته، ليس فوقه شيء. وفيه رد على من فسر الظاهر بالأدلة والبراهين، كما تجدون في بعض التفاسير قال الظاهر يعني بالأدلة والبراهين على وجوده، على ربوبيته. لا، ليس تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب المصير إليه، ما دام فسر الرسول فلا تفسير لغيره، وهذا في الصحيح. فمعنى الظاهر الذي ليس فوقه شيء، ففيه إثبات العلو لله عز وجل. وأنت الباطن فليس دونك شيء، القريب. الباطن يعني القريب من خلقه، فلا شيء يحجبه سبحانه وتعالى، ولا يخفي عنه شيئا من خلقه. كل الخلق بالنسبة له سواء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو قريب من خلقه، ليس دونه شيء يحجبه ويمنعه سبحانه وتعالى من قربه من خلقه وإحاطته بهم وعلمه بهم ونظره إليهم. مع أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، فهو كذلك الباطن الذي ليس دونه شيء. ففيه إثبات علو الله على خلقه وقربه منهم، وأنه لا تنافي بينهما. هذا غرض المصنف من إيراد هذا الحديث، أن فيه إثبات علو الله على خلقه وقربه منهم سبحانه وتعالى. هذه أسماء أربعة يقولون متقابلة، أسماء أربعة متقابلة، اسمان لأبديته وأزليته، أو بالعكس، اسمان لأزليته وأبديته. أزليته ليس قبلك شيء، وأبديته ليس بعدك شيء، واسمان لعلوه ودنوه. أنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذا لعلوه، وأنت الباطن فليس دونك شيء، هذا لدنوه من عباده سبحانه وتعالى وقربه منهم. اسمان لأزليته وأبديته، واسمان لعلوه ودنوه، فهي أسماء متقابلة جمع الله بينها في آية واحدة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وجمع بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، مما يدل على أنه لا تنافي بينها في حق الله سبحانه وتعالى. فهذا حديث عظيم، فيه أولا مشروعية التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثانيا فيه اللجوء إلى الله، اللجوء إلى الله في حماية العبد مما يضره ويؤذيه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة. ثالثا فيه بيان خطر النفس على الإنسان، وأن أخطر ما على الإنسان نفسه الأمارة بالسوء، فإذا وقاه الله شر نفسه هان ما عداه، لأنها عدو قريب بين جنبيك، أقرب الأعداء إليك نفسك. رابعا في الحديث ما أشار إليه المصنف من إثبات علو الله فوق مخلوقاته وقربه ودنوه من عباده، قربا ودنوا يليقان به سبحانه وتعالى.
خامسا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى، أزلي بلا بداية وآخر بلا نهاية سبحانه وتعالى. نعم. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم للذكر أيها الناس ارضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والتكبير، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، خففوا، اربعوا يعني خففوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم لا يسمع ولا غائبا لا ينظر ويرى سبحانه وتعالى، إن الذي تدعونه هو الله جل وعلا سميع قريب مجيب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا الحديث فيه إثبات قرب الله من عباده وأنه أقرب إلى الإنسان من عنق راحلته، وهذا قرب خاص به سبحانه وتعالى وهو فوق سماواته على عرشه سبحانه وتعالى، وهو قريب من عباده، قريب منهم قربا لا يحول دونه شيء أبدا، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا الحديث فيه مشروعية الإسرار بالذكر إلا في المواطن التي يشرع فيها الجهر مثل التلبية، يشرع فيها الجهر رفع الصوت بها، وإلا فالأصل أن الأذكار كل ما أسر بها الإنسان أو أفضل. ثانيا فيه إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى وأنه ليس بأصم ولا غائب. ثالثا فيها إثبات قرب الرب ودنوه من عباده سبحانه وتعالى، لا سيما إذا ذكروه جل وعلا وعبدوه، فإنه يقرب من ذاكريه وعابديه قربا خاص، وإن كان يقرب من عباده قرب إحاطة وعلم وسمع وبصر قربا عاما، لكن يقرب من عابديه وذاكريه قربا خاصا تشريفا لهم وإجابة لدعائهم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. تقدم أن الشيخ رحمه الله ذكر الآيات الدالة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ذكر أدلة ذلك من القرآن، وهنا يريد أن يبين أو يذكر أدلة ذلك من السنة، فذكر هذا الحديث المتفق على صحته إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الأحاديث في إثبات الرؤية متواترة، الأحاديث في إثبات الرؤية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد الاطلاع على سياقها فليراجع كتاب ابن القيم حاد الأرواح، كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح يعني الجنة، قد ذكر أحاديث الرؤية وساقها وبين تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث إنكم خطاب للمؤمنين سترون ربكم، سترون يعني في المستقبل لأن السين للمستقبل للتنفيذ، وأما الدنيا فلا يمكن لأحد أن يرى ربه سبحانه وتعالى، لا يستطيع العباد في الدنيا أن يروا ربهم لأن مداركهم ضعيفة وقواهم ضعيفة، لا يستطيع رؤية الرب. لما طلب موسى عليه السلام أن يرى ربه قال له إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دك، الجبل الأصم اندك لرؤية الله
لعظمة الله وجلاله، فكيف بجسم الإنسان يستطيع أن يرى ربه في الدنيا؟ ما يستطيع، فالرؤية في الدنيا مستحيلة، ولن يرى أحد ربه قبل الموت. أما في الآخرة فإن الله يعطي أهل الجنة، يعطيهم قوى يستطيعون بها رؤية الله إكراما لهم، إكراما لهم، حيث إنهم عبدوه في هذه الدنيا وهم لم يروه إيمانا به، عبدوه إيمانا به ويقينا به مع أنهم لم يروه، فالله جل وعلا جزاهم على ذلك أن يتجلى لهم يوم القيامة فيرونه وتقر أعينهم به، لأن ألذ ما على الحبيب أن يرى حبيب، فهم يحبون الله جل وعلا حبا لا يبلغه شيء، فالله جل وعلا يتجلى لهم فتقر أعينهم برؤيته وتتلذذ برؤيته، ويكون ذلك أعظم مما هم فيه من نعيم الجنة. إنكم سترون ربكم، هذا وعد، وعد من الله أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، رغم أنوف الجاحدين المؤولين. سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. القمر كل يراه الآن في الدنيا، القمر خصوصا ليالي الإبدار 14 و15 حينما يتكامل كل يراه من أهل الأرض الذين هم في الوجه الأرضي المقابل للقمر، كل من كانوا في الوجه الأرضي المقابل للقمر فإنهم يرونه جميعا في ديارهم وفي منازلهم وفي أي مكان كان، كل يراه. كذلك أهل الجنة يرون ربهم كل في مكانه في منازلهم، ولهذا قال لا تضامون في رؤيته، ما تزاحمون يحصل زحام وضيق وضنك كما يرى الشيء الخفي. الناس يتزاحمون إذا كان هناك شيء خفي، يتزاحمون على رؤيته، وربما يحصل ضغط ودهس في الأقدام من أجل أن يروا هذا الشيء العجيب. أما رؤية الرب جل وعلا فإنها ليس فيها ضيم وليس فيها مزاحمة، كل يراه وهو على كرسيه أو على مجلسه في الجنة، رؤية حقيقية، رؤية نعيم ولذة، يتجلى لهم سبحانه وتعالى ويرفع الحجاب بينه وبينهم حتى يروه عيانا بأبصارهم، ويعطيهم الله أبصارا قوية يرون بها الرب سبحانه وتعالى. كما ترون القمر ليلة البدر، ليلة البدر هي ليلة 14 أو 15 التي يتكامل فيها ضوء القمر حتى يصبح واضحا يراه أهل الأرض كلهم، كما ترون القمر. وليس هذا من تشبيه الله بالقمر، وإنما هو من تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، فإن الله لا يشبهه شيء، وإنما هذا تشبيه الرؤية بالرؤية. لا تضامون عرفنا معناه، يعني لا تزاحمون ويحصل ضيم، وإنما كل يراه في سعة وفي راحة. فإذا كان القمر يراه الناس في راحة في الدنيا ولا يتزاحمون، فالرب جل وعلا يراه الناس من باب أولى. وفي رواية لا تضامون، تضامون بتشديد الميم، مثل لا تضامون، لا تضامون يعني لا تزدحمون، مثل ما يحصل عند رؤية الشيء الخفي يحصل زحام ومضامة، وإنما كل يراه مخليا به سبحانه وتعالى. فإن استطعتم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي تحصل به هذه الكرامة، السبب الذي تحصل به هذه الكرامة هي المحافظة على الصلوات. فإن استطعتم ألا تغلبوا، لا يغلبكم شغل ولا تجارة ولا نوم ولا كسل، لا يعوقكم عائق عن صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر، فإن هاتين الصلاتين هما أفضل الصلوات. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهاتان الصلاتان هما أفضل الصلوات لحضور الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار الذين يحفظون أعمال بني آدم،
يشهدون معهم صلاة الفجر ويشهدون معهم صلاة العصر، فيقولون يا ربنا جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، يشهدون لأهل الإيمان بالصلاة. فدل هذا على أن المحافظة على هاتين الصلاتين يسبب رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في شرحكم للواسطية المطبوع ولأن الملكين عن يمينه كما في رواية البخاري، هل المراد الكتبة البررة؟ وعن الصواب أن يقال الملك بدل الملكين؟ ملكين، صحيح، ملكين عن يمين يكتبون الحسنات، الذين يكتبون الحسنات. وقبل الدخول في الإجابة على الأسئلة نبهكم إلى أن باقي الأسبوع ليس فيه شيء، لأن عندي سفر، يعني ليلة الثلاثاء وليلة الأربعاء ما في شيء، وإنما إن شاء الله يوم الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم. نعم. ما الحكمة من الأمر بالبسط عن يسار المصلي رغم أنه عن يساره الملك الموصل بكتابة السيئات؟ كذا أمر النبي إزالة الأذى، وخلاف اليمين فإنها تستعمل. سرير الملك أم سرير الملك؟ هو سرير الملك وسرير الملك، المعنى واحد لا فرق. نعم. فضيلة الشيخ، في قولنا رب العرش، في قوله تعالى رب العرش الكريم، هل كلمة كريم تعود على الرب جل وعلا أم على العرش؟ وكيف يكون العرش كريما؟ الكرامة من نفاسة الشيء يقال له كريم، كما يقال الأحجار الكريمة يعني النفيسة، فالكرم يراد به النفاسة والجودة، فالكريم العرش الكريم يعني النفيس الجيد. نعم، ما هو من الكرم الذي هو العطاء والبذل، لا، الكرم الذي معناه النفاسة والجودة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يتناقض إقبال الله على عبده وإجابته له في الصلاة مع عدد المصلين؟ فإذا كان هناك عدد كبير من المصلين يؤدون الصلاة في آن واحد، فكيف يقابلهم الله ويكلمهم معه؟ هذا بالنسبة لك ما تقابل ناس كثيرين، أما الله جل وعلا فإنه قادر على كل شيء. يا أخي، الله جل وعلا يدعوه أهل الأرض كلهم وأهل السماء في آن واحد، ولا تختلف دعواتهم بالنسبة له سبحانه وتعالى، لا تغلطه كثرة الدعوات ولا كثرة الداعين ولا كثرة الحاجات. فأنت لا تقيس الرب على المخلوق، تقول المخلوق ما يستطيع يستقبل عدة أشخاص أو صف أو عشرة صفوف من الناس في آن واحد. نعم، هذا بالنسبة للمخلوق، أما الخالق جل وعلا فإنه على كل شيء قدير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن نقول إن الإحسان درجة من درجات الإيمان بمقتضى الجمع بين هذا الحديث وحديث جبريل عليه السلام، أو ماذا نقول في هذين؟ لا شك أن الإحسان أعلى درجات الإيمان، هو أعلى درجات الإيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ معناه أنه معبود، إله معناه معبود، فهو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل تجوز هذه العبارة إن الله في السماء بذاته ومع خلقه بعلمه وقدرته؟ ما فيها محذور، إن الله فوق السماء، ما تقول في السماء إلا إذا أردت العلو في السماء، يعني العلو. نعم صحيح، إن الله في السماء بذاته، نعم لا بأس، أو تقول فوق السماء يكون أوضح وأبعد عن الاشتباه، فوق السماء بذاته لا بأس. طيب، وهو مع الخلق بعلمه وإحاطته ورؤيته وسمعه وبصره، ليس معناه أنه معهم بذاته مختلط بهم، لا، هذا ما يجوز. فنعم نقول هو فوق السماء بذاته ومع خلقه بعلمه وسمعه وبصره، لا بذاته، إذا قلنا بذاته صار هذا مذهب الحلول والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك، كون الله يراك أي مطلع عليك، ولكن ما معنى أن تعبد الله كأنك تراه، وهل هذه المنزلة
تعبد الله كأنك تراه من قوة اليقين بالله والإيمان بالله حتى كأنك ترى الله عز وجل. فإذا لم تبلغ هذه المنزلة فإنك تعلم أنه يراك، تعلم أنه يراك، فتتجنب ما يسخطه وما يكرهه لأنه يراك دائما وأبدا. وهذه أيضا منزلة عالية يسمى منزلة المراقبة، مراقبة الله جل وعلا. نعم. فالإحسان على قسمين، قسم كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، وقسم يعلم أن الله يراه يؤمن بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفائدة من تقييد الدابة بما كان الله آخذ بناصيته مع أن الله آخذ بنواصي جميع الدواب؟ نعم، هذه ما هي صفة معناه، صفة معناها مقيدة، يسمونها الصفة الكاشفة التي لا مفهوم لها، صفة كاشفة ليست مقيدة. إن الله مالك لكل شيء، كل شيء بيده، قل من بيده ملكوت السماوات، فتبارك الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فكل شيء هو بيد الله سبحانه وتعالى، لكن تخصيص الدابة لأن الدابة متحركة وذات شر في الغالب. نعم، وإلا فالله بيده كل شيء سبحانه وتعالى، الغالب أن الشر في الدواب. وفي الآية الأخرى ومن شر ما خلق، عموما من شر ما خلق أي من شر جميع خلقه دواب وغيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجن من الدواب؟ وهل لهذا الدعاء وقت معين يطالب فيه؟ نعم، يدخل الجن في الدواب، كل ما دب على الأرض من جن أو إنس أو حيوان كله يدخل في لفظ الدابة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هل يشمل جميع الدواب، كل رزقها على الله، الجن والإنس والآدميين والبهائم والسباع، حشرات والحيات والعقاب، كل شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يربع على أنفسكم النهي عن فتح المخلوقات في الصلاة خارجية؟ ما هو بعيد، نعم يؤخذ منها الإسراف في رفع الأصوات في المكرهونات في الدعاء وفي الصلاة وفي القراءة، فيه تكلف وفيه أذية للناس المجاورين من المساجد والبيوت، إقلاق لهم وإزعاج لهم. فالذي ينبغي أن الإمام يسمع من خلفه، يسمع الذي بداخل المسجد، اللي بداخل المسجد يبلغهم، يجعل مقرفون داخل المسجد للصلاة خاصة، ويجعل مقرفون خارج المسجد للأذان، وبهذا يندفع الأذى وتحصل المصالح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يصح أن يفسر القرب في حديث اربعوا على أنفسكم بأنه قرب إحاطة وسمع وبصر في القرينة وهي قولكم إنما تدعون سميعا بصيرا؟ وهل أحد قال غير هذا، إن القرب معناه قرب الإحاطة والسمع والبصر والعلم؟ ما أحد يقول غير هذا، ما هو قرب ذات بمعنى أنه مختلط بالناس، ما يقول إلا حلولية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين القرب والمعية؟ لا، ليس هناك فرق بين القرب والمعية، معنى واحد، القرب والمعية والدنو كلها بمعنى واحد. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم أن فوق السماوات عرش الرحمن، فبعض الأحاديث تدل على أن سقفها على أن عرش الرحمن هو سقف الفردوس، فما هو تعليل؟ ما فهمت السؤال. يقول ذكرتم أن فوق السماوات عرش الرحمن، نعم، وبعض الأحاديث تدل على أن سقف الفردوس الأعلى عرش الرحمن. أي، والفردوس في السماوات، الفردوس في السماء ليست فوق السماء، الفردوس في السماء. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.